الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين باريس دادا على محمد جواني. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست اللي كان ويا نورمار وواحد من فريقه، محمد جواني كان وياهم يعني، بكل التعليقات اللي جت كانت تطلب وتتهجم على محمد جواني من جمهور باريس دادا على مدير جاي صالحهم ويا نورمار. طبعا هو اليوم هواي انصدمه انه محمد جواني طلع هو صديق النورمار، فنورمار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وبالدقيقه 13 طلع بيها محمد جواني ويا نورمار. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بتهجم جمهور باريس دادا. وسؤال اضافي للمتابعين نورمار، هل انتم تريدون يرجع باريس الفريق او لا؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن نارين بيوتي واعلانها عن نزول اغنيتها باكر. فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بيه البرومو وكانت كاتبه بكره، وبعدها نزلت هذه الصوره من برنامج المونتاج تحمس بها المتابعين للاغنيه راح تنزل باكر، ومن الواضح الصراحه انه المونتاج كلش متعوب عليه، وهي كانت كاتبه هذه المره راح تكون غير. اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات قد انتم متحمسين لاغنيه نارين الجديده. الخبر الثالث اللي عدنا عن عمر الكيلاني وكشف الحقيقه خروج ياسمين من فريق فافا نابولي. فلما ياسمين خرجت من فريق فافا نابولي قالت انه السبب الخروج مالتها هو انتقالها البيت جديد، وهذا البيت هو بعيد عن مكان تصوير فريق فافا نابولي. ولكن عمر الكيلاني نزل هذا المقطع على قناته واللي كان بيه اسئله عن فريق فافا نابولي وهو دوره يرد على هذه الاسئله. فواحد من الاسئله اللي جتي هو كان شنو رايك بخروج ياسمين من فريق فافا نابولي، وراح احط لكم اللقطه اللي رد بيها واشرح لكم اياها بعد. ياسمين وخروجها مثل ما قلت لكم من شوي مو من حقي انه اعطي رايي اصلا، بس انا بعيد عنها، وانما يلي بعرفه شوف صراحه انا بهتم بالعقد، في عقد نمشي على العقد. انا عن نفسي يعني كمتابع بشوف انه بالنهايه في عقد عمل، بغض النظر شو القصه المشكله صارت بيناتهم، هذيك مشكله شخصيه لازم تكون بعيده عن العقد، فمشكله شخصيه بغض النظر مين مخربط مين غلطان مين صح، لاني على ما اعتقد القصه معقده جدا ما راح تقدروا تعرفوا مين صح ومين غلط. فهنا عمر الكيلاني يوضح انه كان السبب اللي قالته ياسمين الخروج هو كان غلط، انه ماكو سبب شخصي للموضوع، وهو المتابعين توقعوا انه يكون علاقه حب بيناتهم، لكن هذا الموضوع هو مجرد اشاعات مو اكيده يعني، ولكن الاكيد انه سبب الخروج هو كان اكو شغله شخصيه حسب ما قال عمر الكيلاني. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالكلام اللي قاله عمر الكيلاني وشنو تتوقعون السبب الحقيقي للخروج. الخبر الرابع اللي عدنا عن كشف حقيقه بيسان اسماعيل واخفاها الاسم مرسال من الكومنتات اللي عدها. فبنفس اليوم اللي خفت بيه اسم محمد جواني من التعليقات اللي عدها اللي كان من اسبوع، خفت وياه اسم مرسال. ما راح يسالون عن السبب، فبيناتهم هواي صار مشاكل وعرضت لكم اياها على القناه، وحللوا دخلوا على اخر مقطع نزلته بيسان وتكتبون اسم مرسال، بعدين نروح على كلمه الاحدث اولا عمود نحفظ تعليق ونحفظ تعليق الاشخاص اللي عقوا ورايا، ما نحفظها نروح نغير الحساب عمود نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. بعد ما نغير الحساب ننزل على التعليقات ونروح على كلمه الاحدث اولا، راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص اللي القوا وياي طالع عادي. اكتبوا لي يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم هذا الخبر، وراح يسال ليش هي خفته حاليا، فما كانت تريد تخفي قبل عمود الناس ما تلاحظ هذا الشيء. بس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه عشان اكون فايز يوم اخذت مملكه القصص، وبس مع السلامه.